أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا سئلت عن موقعة الجمل أو صفين، الحق مع من فيهما؟ فهل لي أن أقول إن الحق مع علي رضي الله عنه؟ لا، لا تقول هذا، قل لا أدري، الله أعلم، توقفه، ولا تخطي أحدا من الفريقين أو تصوب أحدا من الفريقين، أنت في عافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى؟ عليك تكملة، وعليك أن تنهى هذا السائل، فتقول له لا تسأل مثل هذا السؤال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.